السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الأعزاء، طلاب مدرسة دوحة المعرفة، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية. هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا يا أصدقائي نعرف اليوم قصة حرف الفاء. كان الفأر يلعب مع الفراشة، ففجأة هطلت أمطار كثيرة، فجلس الفأر والفراشة أسفل الفطر حتى انتهت الأمطار. هيا بنا يا أصدقائي نتعرف كتابة حرف الفاء. كلمات بقى حرف الفاء مثل فهد، فراشة، فستان، فراولة، فجل، فيل. هيا نكتب معا حرف الفاء. كيف يكتب حرف الفاء؟ يكتب حرف الفاء يا أصدقائي هكذا على خط القاعدة، دائرة صغيرة ثم نلف حولها هكذا وننزل بها إلى أسفل الخط على الخط ثم هكذا ونغلقها ونضع نقطة ثم نضع فتحة وتنطق فاء. تنطق فاء مرة أخرى، دائرة هكذا نلف حولها وننزل بقى على الخط هكذا ثم نغلقها ونضع نقطة ثم نضع فتحة وتنطق فاء. تنطق فاء مرة أخرى هكذا، ننزل بقى على الخط نضع نقطة ثم نضع كسرة وتنطق فيه. تنطق فيه مرة أخرى ننطقها بالكسرة، تنطق فيه. تنطق فيه أما بالضمة فتكتب أيضا هكذا، دائرة نغلقها ثم ننزل بقى على الخط القاعدة هكذا ثم نضع نقطة ونضع فوقها ضمة وتنطق فوق. تنطق فوق كده مرة أخرى، دائرة ننزل بقى على الخط هكذا ونعلقها ثم نضع نقطة ونضع ضمة تنطق فوق. تنطق فوق. والآن هيا بنا نتعرف كلمات بها حرف الفاء. هذه صورة، ممتاز بارك الله فيكم، هذه صورة فأر. هيا نكتب فاء. فاء فاء فوقها فتحة، بارك الله فيكم، ممتاز هكذا نضع نقطة ثم ألف نقوم بمحي الخطأ عند الكتابة ونكتبها مرة أخرى. فأر مرة فأر هذه صورة، ممتاز. فيل فيل بارك الله فيكم، في. إذن الفاء أسفلها، ممتاز. كسرة نضع نقطة ثم نضع كسرة، ياء ثم اللام تكتب هكذا، فيل فيل. هذه الصورة صورة فستان. فستان ممتاز، فوق الفاء فوقها، نعم ممتاز بارك الله فيكم، ضمة فستان ضمة فستان فستان
حرف الفاء في كتاب المدرسة سنقوم بكتابة الحرف هكذا، نبدأ من هذه النقطة ثم نمر هكذا وننزل بها على الخط ثم نغلقها هكذا ونضع نقطة. مرة أخرى نبدأ من هنا ونضع نقطة في الكتاب المدرسي أو في الدفتر. قوموا بكتابة حرف الفاء. هيا بنا نجيب معا ونقوم بتوصيل هذه الكلمات بالحروف المناسبة. الكلمة الأولى ف، فأر، ف، فأر، ممتاز. فو، ممتاز. فو، فرشاة، رائع. في، فنجان. أحسنتم، بارك الله فيكم. والآن يا أصدقائي سنقوم بدراسة، رجعنا معا حرف الفاء وسنقوم اليوم بتعلم حرف الميم. هيا نكتب معا كلمات بحرف الميم. حرف الميم كما في كلمة حمامة، رمان، معلم، ملعقة، قلم، مقص. هيا بنا نكتب. هذه صورة، ممتاز. هذه صورة موز. ماء، ماء. هيا نكتب موز. موز. ماء فوق الميم فتحة، تنطق ماء، تنطق ماء. هذه صورة، مفتاح. مي، مفتاح. هكذا تكتب الميم، مفتاح. هذه صورة، بارك الله فيكم، مهندس. مو، مو. الميم فوقها ضمة، تنطق مو، مهندس. يكون عند كتابة شيء خطأ النحو وكتابته مرة أخرى. هيا نكتب مرة أخرى، مهندس. مهندس. ثم حرف السين، مهندس. هيا في الكتاب المدرسي سنقوم بالإجابة عن هذه الأسئلة. في الكلمة الأولى ما، مسجد. ما، مسجد. مو، أحسنتم، مصحف. مو، مصحف. مي، مروحة. مي، مروحة. أيضا سنقوم بكتابة حرف الميم في الكتاب المدرسي. هيا بنا نكتبه معا، نبدأ من هذه النقطة هكذا. نبدأ من هذه النقطة كذا، يكتب حرف الميم. قم بكتابة حرف الميم في الكتاب المدرسي أو في الدفتر. هيا نقرأ معا الحروف بحركة الفتح والكسر. أ، أ، إي، ب، بي، ت، تي، ث، ثي، جا، جي، حا، حي، خ، خي، دا، دي، ذا،
دي را ري زا زي سا سي شا شي صا صي ضا ضي طا طي ضا ضي عا عي قا غي فا في قا قي كا كي لا لي ما مي نا ني ها هي و وي يا إي. نقوم بقراءة هذا الجزء في المذكرة، في مذكرة الحروف. هيا بنا يا أصدقائي نتحدث عن هذه السورة في قصة فالح وحنظلة والببغاء صدى. هيا بنا ننظر إلى هذه السورة. ماذا نرى في السورة؟ ممتاز، بارك الله فيكم. نرى الدب الغاضب يمسك فالح من رجله، ونرى كذلك يخرج النحل غاضب. تعالوا معا نتعرف هذه القصة، لماذا هذا الدب غاضب ولماذا النحل يخرج من الخلية هكذا غاضب. عطش فالح فوجد خلية نحل، فصعد شجرة وأكل عسل النحل. حضر الدب فلمح فالح، مسك الدب قدم فالح، لكم الدب فالح وصفع وسح. هكذا يا أصدقائي، كما علمنا أن فالح شعر بالعطش فوجد خلية نحل، فصعد الشجرة وأكل العسل، ولأن الدب يحب هذا العسل هو طعامه المفضل، فمسك فالح من قدمه ثم لقمه وصفعه. هيا إلى القصة الثانية، انظروا معي إلى هذه الصورة. ماذا نرى في هذه الصورة؟ حنظلة، الببغاء صدى، وفالح، ودجاجة، وبقرة. يبدو عليهم الاحتفال فإنهم يلبسون قبعات الاحتفال ويمسكون الهدايا. هيا بنا نعرف قصة اليوم، لماذا يحتفل حنظلة في المزرعة. يوم وصل حنظلة وفالح وصدى البيت، احتفلت المزرعة بهم. فخرجت البقرة والدجاجة والأرنب والبطة والكلب والقطة والفأر. لبس حنظلة قبعة، ولبس فالح وصدى قبعات، وأحضرت لهم الهدايا، وأنشدت لهم أنشودة للعودة. كما تعلمنا يا أصدقائي، كما عرفنا في هذه الصورة، عندما وصل حنظلة وفالح وصدى المزرعة احتفلت بهم بقية الحيوانات، البقرة والدجاجة والأرنب والبطة والكلب والفأر والقطة، ولبسوا القبعات وأحضروا لهم الهدايا وأنشدوا لهم أنشودة العودة. شكرا لكم يا أصدقائي على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.